السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع للجزء التاني سيكشن 10، مثال 3.11 بيقول لك find the inverse transform لزد اكس اوف زد. ادي شكل زد ترانسفورم، هنيجي نفكها الى زد زائد زد ناقص 2 زائد 4 زد ناقص 3 على زد، وهنا زد زد زائد 2 زد زائد 5. بعد كده هيبدأ يدخل الزد اللي تحت جوه بقوس فوق، هتبقى 5 زد ناقص 1 زائد زد ناقص 3 زائد زد 4 زد ناقص 1، وديت الزد على زد زائد 2 زد زائد 5. هيبدأ ياخد جزء وجزء، يبدأ يحله، هياخد الجزء ده هيبقى زد على زد زائد 2 زائد زد زائد 5، هيبقى تلت زد على زد زائد 2 ناقص زد على زد زائد 5، وده نتيجة البارشال فراكشن. بعد كده هياخد الزد على زد زائد 2، هيعمل لها انفرس فري ترانسفورم من المعادلة اللي فوق دي، هيطلع معاك ب تلت اللي هو الكونستانت اللي بره الثابت، زد على زد زائد 2 هي سالب 2 كل اس ان، ناقص زد على زد زائد 5 هي ناقص 5 كل اس ان في اوف ان. ده الجزء اللي على اليمين، وده ممكن نعتبره ان دي الاكس اوف ان، الاكس اوف ان، ودي ممكن نعتبرها او دي مثلا نقول عليها اكس اوف زد 1 واكس 2 اوف زد. فدول يعتبروا اشارتين مضروبين في الزد دومين، يبقى كونفولف في التايم دومين. يبقى تقدر تجيب الاكس اوف ان اللي هي بتاعت الجزئية دي، هي عبارة عن الاشارة دي اللي هي تلت سالب 2 ان ناقص 5 اس ان، دخلها بقى جوه القوس. الاشارة اللي هي اكس 2 زد تخش على اكس 1 اوف زد، اول حاجة هتضرب في 5 وتعمل ديلي بواحد شيفت يعني في التايم، يبقى تبقى تي اي ان تبقى ان ناقص 1، هنا تضرب في 1 وان ناقص 3، هنا 4 زد 4. تعالى كده هتبقى عندك 5 زد ناقص 1 زائد زد ناقص 3 زائد 4 زد 4 تلت في الكلام ده كله. لما تيجي تدخل القوس ده هدي هتبقى يو اف ان، لما تتضرب في الجزء ده هتبقى يو اف ان ناقص 1، وكل ان عندي هنا في المنطقة دي كده تنقص منها 1، والخمسة تقسمها على 3. بعد كده تلت في زد ناقص 3، كل ان تحط مكانها ان ناقص 3، وبعدين دي 5 زد اس ناقص 4 نفس الكلام ان ناقص 4، يبقى دي تطلع عندك اكس اوف ان. المثال رقم 12 في مسألتين بيقول لك هات زد ترانسفورم الاكس اوف زد ال 4 على 5 ناقص 5، دي زد ناقص اقل من 5 يبقى ده نون كوزال سيستم، يبقى هتبقى مضروبه في يو ناقص ان ناقص 1. ودول تلات اقواس ممكن تفكهم مع بعض وتشوف الخارج بتاعك هيطلع من ايه. هي بيقول لك ان ده كوزال سيستم. الجزء الاولاني طريقته سهله طبعا في الحل، زي ما احنا عارفين دي الاكس اوف ان، وبان عندي زد ناقص 1 يبقى في شيفت في الايه في التايم. هنا دي اكس اوف زد بتساوي زد في 1 ناقص زد ناقص 1 في 1 زائد زد كذا، تضرب كله في بعضه يطلع معاك بالشكل ده. فهي تعتبر امبلسز، واحده عند الزيرو دي عند الواحد ودي عند الايه السالب 1، تحويل جدا. في طريقه تانية عشان توصل لزد ترانسفورم عن طريق الباور سيريز اكسبانشن وبالطريق القسمه المطوله، هنحل بيها ثلاث مسائل في مثال 13. اول مساله بيقول لك ان هو كوزال سيستم، يعني هتضرب في يو في ان في الاخر، هتجيب الاثنين دول هتفك يعني بالشكل اللي قدامك ده. بتقسم قسمه مطوله، ال 4 زد تقسمها على اللي تحت، ادي 4 زد على زد تربيع ناقص 3 زد،
يبقى 4 زد على زد تربيع تديك 4 زد أس ناقص 1، صح؟ وراح ضرب 4 زد ناقص 1 في زد تربيع تديك 4 زد، 4 زد ناقص 1 في ناقص 3 زد تديك 12، 4 زد ناقص 1 في زد 2 هتبقى 8 زد ناقص 1 بالموجب. وتغير الإشارات، تجمع دي بصفار هيروحوا مع بعض، يبقى لك هنا 12 ناقص 8 زد ناقص 1، تقسم الـ12 على زد تربيع تطلع معاك 12 زد أس ناقص 2، تضرب زد 12 زد أس ناقص 2 في الحدود دي كلها تطلع معاك بالشكل ده. تغير إشارات، ده يروح مع بعضه، ده يطلع الناتج. تقسم 28 زد ناقص 1 على زد تربيع تطلع 28، وهكذا وهكذا لغاية إيه ما لا نهاية. فالإكس أوف زد هتطلع معاك بالشكل ده، إن هي أصلا باينة جدا جدا من إن الروك كيرف. هنا بيقولك الروك هي زد أكبر من الاتنين، فالراجل بيقولك إن هنا زد أس ناقص واحد، يبقى دي القيمة اللي عند الواحد بـ4، ودي القيمة اللي عند الاتنين، ودي القيمة اللي عند التلاتة، وهكذا. هي سيريز، ولكن القيمة اللي عند زيرو بكام؟ بزيرو. وهنا دي كوزال سيستم، فحط السهم عند زيرو. مسألة تانية برضو نفس النظام، هيقسم 4 زد على زد تربيع ناقص 3 زد زائد 2، أهو هيرسم 4 زد على زد تربيع بـ2 زد، تضرب ده في كله هيطلع بالشكل ده. طبعا هي دي معكوسة، ممكن تخليها زي ما هي، زد تربيع ناقص 3 زد زائد 2. وهنا ننقض السيستم، خلي بالك هيطلع معاك الناتج بعد القسمة المطولة طبعا بتاعت حضانة، يعني مش بتاعت ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي، لا دلوقتي بقت في حضانة بياخدوا قسمة مطولة. اكس اوف زد بتساوي 2 زد زائد 3 زد تربيع زائد 7 2 زد تكعيب، وهلا هل بالك ان الزد اوف زيرو بزيرو، زد اوف واحد اللي هي تعتبر شيفت بناقص واحد اللي هي باتنين، يبقى انت ماشي نون كوزال سيستم من الزيرو وانت نازل تحت. دي عند سالب ان بسالب واحد، دي عند ان بسالب اتنين، دي عند ان بسالب تلاتة، وهكذا. المسألة دي بيقولك زد أكبر من الـ A modulus. لو الـ A أقل من واحد أو الـ A أكبر من واحد بتغير السيستم بتاعك. هنيجي نقول هنا دي هتبقى زد على زد ناقص A، هي دي ايه على زد، صح؟ تيجي نقسم بقى، احنا عارفين هقسم الزد على زد ناقص ايه، هتطلع معايا المفروض بالشكل ده. يبقى زد ناقص ايه على ايه، وايه ناقص ايه تربيع زد ناقص واحد، ايه تربيع زد ناقص واحد، وهكذا وهكذا. يبدأ يقسم قسمة مطولة زي ما احنا عارفينها، تطلع معايا اكس اوف زد بالشكل ده. ده عند زيرو بواحد، عند الواحد بإيه، إيه تربيع إيه كده. يبقى هي عبارة عن إيه أس إن وإيه وكوزل سيستم. ولكن هو ده الكلام اللي فوق ده، لو أنت شغال فرضت إن الزد أكبر من الإيه اللي هي موجبة، يعني طبعا هي مرة موجبة مرة سالب. لما تيجي تشتغل بقى في التانية اللي هي مديها لك، هتلاقيها بس ايه ليفت سايد هاند سايد سيجنال، هتبقى عندك الإشارة دي هتبقى زد على ناقص اي زد. هتبدأ تقسم زد زد على ناقص اي زد، هتطلع معاك ناقص اي ناقص 1 زد، وناقص اي، وهكذا تمشي في قسمة مطولة. مش عارف والله الواحد يقعد يشرح قسمة مطولة ازاي، معروفة يعني شرحتها قبل كده. اكس اوف زد بتساوي سالب اي ناقص واحد، وهكذا. يبقى انت عندك القيم بتاعتك هي سالب زد، يعني هي مضروبة في إشارة معكوس. خد السالب عامل مشترك، لما تاخد السالب عامل مشترك يبقى انت عندك دي بزيرو، و او الجزء الريفرسد، ادي الريفرسد في التايم اللي هي السالب، والامبليتيود برضو
وادي الديلي انت شغلنا انقوذة سيستم حل المسألة جت منين. خد معاك ادي سالب ايه ناقص واحد زد ناقص ايه ناقص اتنين زد تربيع حولها لان طبعا في هنا اس زيرو قيمته زيرو دي هتبقى واحد على ايه بالسالب واحد على ايه تربيع بالايه بالسالب واحد على ايه تكعيب اشارتها طالعه بالسالب جت من انهي حته جت من ايه تربيع على زد تكعيب تيجي نحطها هنا يبقى على ايه تطلع بناك ايه اس ناقص تلاته وفي اشاره سالبه برضو اهي يبقى كده دي الاشارات مظبوطه معانا كده صح. الشكل اللي انت شوفته ده احنا حليناه في مسائل قبل كده اللي هو الاشاره السالبه خدها عامل مشترك يتفضل واحد على ايه تكعيب واحد على ايه تربيع اللي هي ايه اس ان ولكن مضروبة في يو اوف ان معكوس ريفرسد في التايم صح ولا لا والان معكوسة بالسالب عشان تديك الاي اس سالب فتديك اي اس ان يو اوف ناقص ان ناقص واحد دي بالنسبة للمسألة دي. تعال نشوف مثال بعد كده رقم 14 بيقول لك the input to the causal linear time invariant system is x of n تساوي u ناقص n ناقص 1 زائد 1 على 2 اس n u of n دي ال x of n وعندك ال y of z هات ال x of z يبقى ببساطة انا عندي ال x of z في ال y of z في ال h of z تديك y of z لو انت عاوز x of z يبقى تجيب y of z اقسمها على x of z طب انا ما عنديش غير x of n يبقى تجيب x of z وتقسم y of z على x of z يديك ايه ال h of z تقدر منها تجيب بقى اللي انت عاوزه. ادي ال x of z للجزء دوت جزء non causal وجزء causal وتوحد المقامات وتطلع معاك بالشكل ده عندك two poles واحد عند الواحد فده شغال اقل من الواحد وواحد شغال اكبر من النص صح ولا ايه يبقى انت السيستم بتاعك محصور من النص الكامل واحد الواي اوف زد بالشكل ده هتقسم الواي اوف زد على الاكس اوف زد هتطلع معاك بالشكل ده طبعا كل خطوه بيوحد الايه بيوحد المقامات ويظبط اموره هتقسم ده كله على بعضه تمام هتطلع معاك في الاخر زد ناقص واحد على زد زائد واحد هيضرب هيقسم على زد في الاثنين ويحاول يجيب البارشال فراكشن عشان يجيب الانفرس زد ترانسفورم لازم تبدا ب اكس اوف زد على زد يبقى دي بتساوي ايه واحد على زد زائد ايه اتنين على زد زائد واحد وزد ناقص واحد ايه واحد زد زائد واحد ايه اتنين زد ويبدأ يعوض مرة بالبولز بتاعته الزير والسالب واحد يجيب ايه واحد وسالب واحد وايه اتنين تطلع معاك باتنين يبقى اتش اوف زد عوض فوق في المعادلة بقيم ايه واحد وايه اتنين تطلع معاك سالب واحد زائد اتنين زد على زد زائد واحد حول انفرس زد ترانسفورم يبقى سالب دلتا وديت اليو اوف ان ولكن مضروبة في سالب واحد كوس ان اتنين ال y of z معاك هو بيقولك برضو في رأس السؤال تعال نرجع تاني لازم نقرا السؤال الاخر زي زد ترانسفورمرز ان بارس ريسبونس اند اولسو y of n يعني عاوز ال h of n وال y of n ال y of n هنجيب نقسم على z في الطرفين ونجيب بارشال فراكشن عادي وقبل اجي في الاخر اعمل انفرس فوري ترانسفورم ديت بنص لان اشارة سالبة تبقى بنص كل اس ان وفي سالب برا ودي واحد على زد تبقى سالب واحد كل اس ان يو اف ان والتلت اللي هو برا ده ينزل زي ما هو يبقى دي حل المسألة دي. سؤال رقم 15 عندك اكس اوف ان واتش اوف ان هنجيب لهم زد ترانسفورم ونضربهم في بعض يدينا الواي اوف زد نجيب الواي اوف ان منها تعالى نشوف كده ادي الاكس اوف زد هي عبارة عن سامبلز دي عند الزيرو سالب واحد سالب اتنين عند الواحد واتنين يعني
بتعمل لها ديلي في ال A Z domain زي ما احنا عارفين، تضرب الاتنين في بعض، تفعلك الإشارة الكبيرة الجميلة دي، تحولها ل Y في N ازاي؟ samples عند الزيرو باتنين، عند الواحد بواحد، عند الاتنين بسالب سبعة، عند التلاتة بخمسة، عند السالب أربعة بسالب واحد. الستاشر بيقول لك دي مسألة حلوة جدا، اتش في زد بتساوي زد على زد ناقص أربعة وربع زائد زد أس ربع زائد كذا. انت عندك كام بول هنا؟ عندنا كام بول؟ عندنا واحد عند الربع بالسالب، وعندنا واحد عند الربع بالموجب، عندنا واحد بالنص. ركز معايا، يا اما اللي عنده الربع ده يبقى اقل من الربع فده يبقى نون كوزل، يا اما اكبر من النص يبقى كوزل، يا اما ده يبقى نون كوزل وده كوزل، ويبقى ايه الحالات دي؟ التلات حالات اللي يقدر يتحقق فيها القسم. يبقى انت عندك الزد مقص يا اما تبقى اكبر من النص، زد مدرس اقل من الربع، وعندك الحالة التالتة عشان يتم يعني تعرف تحل مسألة الزد ترانسفورم، ان 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 النص ده يروح ناحية الشمال والربع يروح ناحية اليمين، يبقى زد مدرس تبقى اكبر من الربع، يبقى كوزال سيستم، عشان بس تعرف هتضرب فيه في ان شكلها ايه بس، واقل من النص. تعال نحل ونطبق ثلاث حالات دول. هو الراجل سبقنا، واحدة اكبر من النص، واحدة اقل من الربع، واحدة محصورة من الربع للايه للنص. هيجيب اتش اوف زد هيقسم على زد في الطرفين عشان يحل بارشل فراكشن، ويحل بارشل فراكشن الكبير ده. هيجيب ايه؟ واحد واتنين وتلاتة، يرجع للبارشل فراكشن ويجي يعوض بقى. انت في الحالة الاولانية انت السيستم بتاعك كله كوزل، يبقى هتضرب في يو في ان يبقى تشتغل عادي خالص، هتبقى سالب تمانية في ربع كل اس ان، دي تمانية على تلاتة في ربع كل اس سالب ان، زائد ستاشر على تلاتة في نص كل اس ان مضروبة في يو في ان، لان انت فرضت ان هي كوزل في اول حالة. تاني حالة انت فرضت ان هو نون كوزل، في دي الاتش اوف زد بتاعتك اللي هي تمانية زد بالسالب ربع نفس الاتش اوف زد اللي فوق. شوف بقى بيحاولها ازاي في النان كوزل، السالب بتتغير ليه؟ لان انا عندي الان معكوسة، يبقى تبقى تمانية في ربع كل اس ان ناقص تمانية على تلاتة ناقص ربع كل اس ان ناقص ستاشر على تلاتة في النص كل اس ان، بس خلاص. في الحالة طبعا السيستم نان كوزل ونان ستيبل، نان ستيبل لان هو ما بيحتويش على اليونت سيركل، نان كوزل لان هو اقل من زيرو. السيستم اللي فوق ده كوزل وستيبل، لان لما نيجي نشوف في الرسمة بتاعتنا ان السيستم بتاعي البوز كلها موجودة جوه الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي. ده كوزل اولاني لان انا اكبر من نص في الاولاني ده. الحالة الأولانية فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة اهي، أنا قلت إن أنا أكبر من النص صح؟ فأنا ماشي من النص لما لا نهاية، هيقابلني دايرة اليونتي اللي هي بتاعت الشغل اللي هي بتاعت خاصة بفورير اللي هي جي أوميجا. معنى كده إن ده كل ده معايا، معنى كده إن أنا بحتوي على دايرة الوحدة فأنا ستيبل، دي مفيهاش مشكلة. زائد إن أنا أكبر من النص تمام، فده زيرو ده النص، اكبر من النص كل ده معايا، فبالتالي انا كوزل سيستم. اهي سبحان الله مرسوم اهي النص وانا رايح ناحية الكوزل، يبقى انا دي ادي واحد من السيركل فده ستيبل سيستم. اقل من الربع ده نون ستيبل نون كوزل سيستم، ده نون ستيبل نون كوزل سيستم، وده نون كوزل نون ستيبل سيستم. اهي الحلقة الأخيرة اهي، هيجي يقسمها، أنا أكبر من الربع، أي حاجة أكبر من الربع مودلس هتبقى كوزل ودي هتبقى نون كوزل.
شوف هيلعب فيها ازاي. دي هتبقى شروطها زي ما هي، ودي هيكس شروطها هتبقى سالب، بس اهي هتبقى سالب 16/3 نص اس ان، ومضروبه في النان كوزال فورم بتاع اليو اف ان، ودي هتبقى نفس الاشارات بس مضروبه في يو اف ان، نفس الاشارات مضروبه في ايه في يو ان. السيستم ده نان كوزال يعني انستيبل. كده انتهينا من المسائل بتاع سيكشن 10، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.